طيب خلي دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر من مريم معتز الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الخطابة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير عليك يا مريم ومنورانا في صباح الخير يا مصر. وعايزة أعرف منك الحكاية، إيه حكاية مسابقة الخطابة؟ وهي مسابقة باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية بما إنك عايشة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ فهو السبيتش كانت بالانجليزي، وانا يعني كل حاجه كانت بالانجليزي. وبدات يعني الخطابه لما انا كنت صغيره، كنت شفت يعني ماما بتتكلم في محاضرات كتير ولكتشرز يعني، فحبيت دي جدا فدخلت معاها، ومن الوقت ده حبيت السبيكينج، public speaking جدا. مريم، عاوزين نعرف منك الكلمة بقى اللي انت شاركتي بيها او اللي قدرتي من خلالها اللي انت تاخدي المركز ده كانت عبارة عن ايه؟ فكانت اسمه staying optimistic in challenging times، يعني ازاي نكون متفائلين في الاوقات الصعبة. نعم، وانا كنت بتكلم يعني ازاي لما الانسان بيكون متفائل ان يعني كل حاجة هيبقى كويسة، يعني بيعمل حاجات كتير قوي كويسة في الهيلث بتاعه يعني، والجسم والمخ. فهو ده يعني كانت التوبيك. يعني في الحقيقة احنا مبسوطين بصراحة ان يبقى في كمان دعوة للتفاؤل في الأوقات اللي احنا بنعيشها دي، في حاجة بصراحة يعني بتشرفنا كلنا. مريم، عايزه اتكلم معاكي على انه انت مولوده في الولايات المتحده الامريكيه، عايشه هناك، بتدرسي هناك، لغتك العربيه ازاي حافظتي عليها او ازاي بتتكلمي عربي بشكل كبير يعني؟ فانا كنت مولوده في مصر، بس انا جيت هنا حوالي لما انا كنت عندي 2 سنين، فانا اتعلمت يعني عربي الحمد لله، عشان ماما وبابا وتيتا وجدو كانوا بيشجعوني يعني اتكلم عربي، فالحمد لله. يعني احيانا العربي بتاعي يعني بيكون مكسر شوية، بس يعني بحاول على يعني قد ما اقدر اتكلم عربي كويس. لا طبعا، على انك عايشه هناك من وانت عندك سنتين، فالعربي كده يعني كويس جدا. واعتقد انه في حاجات كتير بتتعمل علشان نقدر نقوي اللغه العربيه، وما شاء الله كويس ان انتوا بتتكلموا مع بعض عربي في البيت، فده بيفرق معاكي اكيد. الحمد لله. طيب مريم، اكيد مسابقه زي دي، مسابقه الخطابه في الولايات المتحده الامريكيه، هي مسابقه ليها اهميه، عاوزين نعرف ايه اهميتها في المجتمع الامريكي وتفاصيل مشاركتك فيها تحديدا يعني. فيعني هو الكومبيتيشن زي دي يعني بيساعدوا الستودنتس والأطفال يعني ازاي يكونوا أحسن في الببليك سبيكينج. ولما احنا ما ندخل الكومبيتيشن زي دي، احنا طبعا عايزين يعني نكسب ونعمل يعني كويس جدا، بس كمان عايزين نتعلم من التانيين ونشوف ازاي هم يعني بيتكلموا عشان ناخد الاكسبيرينس. ويعني الحمد لله بيكون اكسبيرينس حلو جدا. الحمد لله. أكيد. طيب مريم، ايه المواضيع اللي اتكلمتوا فيها او شاركتوا فيها؟ اعتقد انه كان في حديث عن مجال الطاقة النووية، مجال الوجبات المدرسية. فاحنا ما نتكلم عن موضوعات يعني كتير، فزي ما حضرتك قلتي احنا ما كنا ما نتكلم يعني عن الواجب والطاقة النووية، وكمان الفوتينج رايتس، ويعني هم دول الموضوعات اللي انا كنت الحمد لله كسبت يعني over 100 and I think 26 students في ال debate competition اللي انا كنت فيها. طيب مريم، تعالي نبعد عن مسابقة الخطابة، ويعني حسب معلوماتنا اللي انت متعددة المواهب، عندك اكتر من موهبة في اكتر من مجال. لو هنتكلم على المجال الرياضي، انت بتلعبي شيش صح؟ بدأت اللعبة من امتى ووصلت لحد فين فيها يعني؟ فانا لعبت لعبة الشيش يعني حوالي 2 سنين، وفي الاول يعني كانت صعبة شوية، بس يعني الحمد لله انا حبيت اللعبة دي جدا عشان كانت حسيتها راقية وكانت محتاجة يعني تفكير استراتيجي، وانا بحب الالعاب اللي بتحتاج كده، فحبيت اللعبة الشيش جدا جدا. ويعني يعني انا نفسي ان شاء الله في المستقبل ان اكون بروفيشنال فنسر. بس انت قلت حسيتيها راقيه، ايه الرقي بقى اللي في الشيش من وجهه نظرك؟ يعني هو انا بحب يعني انا حاساها رقيه عشان يعني كمان يعني في لما انا يعني ماما وبابا واخويا يوسف نتفرج يعني على موفيز، يعني بحسها كده يعني اولد تايم قوي كده وحل لما انا بتفرج على الفنسنج، فحبيتها جدا يعني انه الرويالز كانوا بيلعبوها كمان. تمام.
طيب مريم، فوزك في مسابقة زي دي وانتي بنت مصرية، بتشوفي ده ازاي؟ وردود فعل الناس حواليكي بتبقى عاملة ازاي؟ فطبعا بكون مبسوطة قوي انه انا كسبت يعني، وبرزنت ايجيبت عشان يعني بحب مصر جدا، وكمان بحب يعني اخذ الاكسبيرينس واشوف التانيين ويعني بتعلم منهم اكتر كمان. يعني انا طبعا لو انا كسبت انا مش بقول انه يعني خلاص انا احسن واحدة، انا كمان لسه بتعلم اكتر، وكمان يعني يعني بعرف ازاي يعني اتكلم اكتر، يعني اتعلم اكتر في السبيتش ديبيت. أكتر حاجة بتحبيها في مصر إيه يا مريم؟ أنا بحب اسكندرية جدا، يعني أنا لما جيت لمصر أنا رحت لاسكندرية، وكمان بحب أشوف العيلة هناك وتيتو وجدو. مريم يعني نورتينا، بصباح الخير يا مصر، وبنتشرف بيكي مريم معتز، وألف ألف مبروك على الجائزة. كل التوفيق ليكي مريم معتز، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الخطابة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبنتمنى لك يعني مزيد من الجوائز إن شاء الله.